قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة قضية أزلية، يمكن بدأت من أيام مؤتمر بازل وتستمر للأسف الشديد وحتى هذه اللحظة. المقاربة المصرية أو الرؤية المصرية هي رؤية ثابتة، قضيتنا المركزية هي القضية الفلسطينية. خلال السنين اللي فاتت القليلة جدا، ويمكن من بدء نشوء الجمهورية الجديدة في 2014، فكانت مصر لديها يقين رئيسي بأنه حل الدولتين هو الحل الحقيقي والناجع لهذه الإشكالية أو لهذا الصراع. القضية الفلسطينية حاضرة دائما وبقوة على الأجندة المصرية في خطابات الرئيس، سياسية كانت معلنة أمام العالم أو حتى في الخطابات والكلمات الشعبية. القضية أيضا هي قضية الشعب المصري، مش بس الدولة المصرية ومؤسساتها. مصر كانت دائما هي السند السياسي الأهم والأكبر والأبرز لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المنظمة الجامعة والممثل الكامل والشرعي لكافة الفصائل الفلسطينية على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف اتجاهاتها. ولازم تبقى متأكد من أن مصر دائما وسوف تظل هي اللاعب الرئيسي الأهم والأبرز لإقرار مشروع سلام حقيقي على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين الحرة. خلي بالك انه الرئيس زي ما كنت بقول لك امبارح وزي ما دايما بقول، من اول يوم ومن يوم خطاب قصر القبه في 2014 كان دائما يصر على هذه الرؤيه. دعم مصر هو دعم مستمر لكل المؤتمرات والمبادرات السلميه لحل القضيه الفلسطينيه وحتى هذه اللحظه. مصر اتحركت تحركات مكوكيه شديده الحماس بزخم منقطع النظير ولا مثيل له لإنهاء حالة الانقسام في الداخل الفلسطيني وتحريك مسار المصالحة الوطنية ما بين الفصائل الفلسطينية، وده اللي نجحت فيه مصر وراعت اتفاق تاريخي للمصالحة لو تتذكر في أكتوبر 2017. مصر استضافت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في فبراير 2021 وبمشاركة 14 فصيل فلسطيني كلهم دون استثناء. مصر هي اللي عملت اجتماع العالمين في يوليو 2023 يدوب من 3 أشهر لدعم التواصل ما بين الفصائل ومواجهة السياسات الإسرائيلية القمعية. جهود متكررة لوقف التصعيد المتوالي من الجيش الإسرائيلي تجاه قطاع غزة وأهالينا الفلسطينيين، وكانت البيانات المصرية والكلمات المصرية الرسمية شديدة الوضوح والحسم. مصر لا زالت تكثف جهودها لوقف التصعيد، لا زالت مصر تقود العملية السياسية والدبلوماسية علشان وقف التصعيد. مصر بالمناسبة ما اكتفتش بموقفها الدبلوماسي أو دورها السياسي شديد الأهمية واللي دعا قادة العالم خلال 3 سنين اللي فاتوا للاتصال بالإدارة المصرية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء إذا كان للثناء على الجهود المصرية أو لطلب التدخل المصري لوقف أي شكل من أشكال التصعيد، بل إنه مصر وقفت جنب أهالينا الفلسطينيين في غزة وقفة لن ينساها التاريخ على الإطلاق. مصر خصصت $500 مليار لإعمار قطاع غزة، رقم يعد شديد الضخامة في تاريخ القضية الفلسطينية. مصر وإحنا بنتكلم دلوقتي بتقود الجهد الدبلوماسي والسياسي شديد الكثافة، خد بالك بقى، شديد الفاعلية، علشان نضع حائلاً دون مواجهة مفتوحة طويلة ما بين أهالينا الفلسطينيين وما بين الاحتلال الإسرائيلي. لعل الجهود المصرية تكلل بنجاح، نتمنى أن العالم ينظر للقضية دون الكيل بمكيالين، دون المعايرات التي أحيانا تذهب في جانب دون جانب آخر هو المحتل.
النهاردة وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة قالت أنه تم التنسيق مع مصر بالفعل لاستقبال الجرحى الفلسطينيين مع تفاقم الأوضاع اللي في قطاع غزة. ويمكن زملائي الأعزاء وحضراتكم أكيد تابعتوا على حجم أو عدد الشهداء الفلسطينيين وأيضا المصابين من الجانب الفلسطيني. وتواصلت وزارة الصحة الفلسطينية مع المنظمات الأممية لتسهيل إدخال المستلزمات الطبية لغزة، وكمان أرسلت إلى الدول المانحة لتلقي المزيد من المساعدات اللازمة لعلاج المرضى والمصابين في قطاع غزة المنكوب. الأوضاع الأمنية والصحية والمعيشية أظن حضراتكم متابعينها، ولكن نحن للأسف الشديد في فلسطين نعاني من تردي هذه الأوضاع نتيجة هذه المواجهة التي لم تكن على بال أو على خاطر أي حد على الإطلاق. عايزكم بعد إذنكم تتابعوا معنا على الشاشة صورة مباشرة من قطاع غزة الآن، هذا البث مباشر للقطاع الآن. هذا هو ما يحدث الآن في فلسطين الأرض العربية المحتلة منذ بداية عملية أو حرب سميها كما تشاء طوفان الأقصى في صبيحة اليوم الماضي وحتى هذه اللحظة. يمكن أنا بتابع مع حضراتكم قدر الاستطاعة يعني ما يحدث، وإحنا بنتمنى بالتأكيد أنه نستطيع أن نصل بأي شكل من الأشكال للتهدئة ما بين الجانبين والتأكد من عدم قيام أي شكل من أشكال التصعيد من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. معانا على التليفون دكتور جمال الفاضي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بك يا دكتور جمال. دكتور جمال أهلا بيك، معاك يوسف الحسيني برنامج التاسعة القناة الأولى المصرية. أهلا 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 أستاذ، أهلا بيك يا دكتور جمال. دكتور جمال، مهم عندنا أن احنا نسمع تحليل من حضرتك لما يحدث الآن على الأراضي الفلسطينية، يعني من بدء عملية طوفان الأقصى في صبيحة أمس وحتى هذه اللحظة. مساء الخير لكل المشاهدين. ما يحدث أو ما حدث منذ الأمس يشكل نقطة كبيرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي. فما حدث بالأمس هو بالتأكيد هو تغليب الإرادة الفلسطينية على قوة العنجهية التي تمارسها إسرائيل. ما يحدث وما حدث بالأمس يؤكد على أن صوت العقل الذي طالما تدعو إليه مصر قد غاب أمام عنجهية اليمين الإسرائيلي الذي يصر على إذلال الفلسطينيين ويصر على استمرار الاحتلال ويصر على اقتحام الأقصى ويصر على تغول المستوطنين واقتحام المدن الفلسطينية واستمرار الحصار. كان رد فعل المقاومة الفلسطينية كما رأيناه جميعا كان مفاجئا لا شك لنا وليس فقط للاحتلال ولكل المحللين وربما لكل الداعمين للمقاومة. كان شكل إنجازا ميدانيا نتج عن تخطيط استراتيجي وتكتيك عسكري وعمل ميداني فريد في تاريخ الصراع. إنه شهر أكتوبر ونحن نتذكر شهر أكتوبر الذي حقق فيه العرب بقيادة مصر الانتصار التاريخي على دولة الاحتلال، وها هو أكتوبر يعيد لنا المجد مرة أخرى بانتصار إن شاء الله على هذا الاحتلال، وأن يحاول هذا الاحتلال رغم محاولته القيام بالقصف المستمر للبيوت الفلسطينية وقصف البنى التحتية ومحاولاته تدمير الحياة المدنية الفلسطينية. في النهاية نرى من خلال الأمس واليوم أن هذا الاحتلال ربما يعيش حالة فوضى معلوماتية وفوضى عملياتية وفوضى لوجستية. يبدو أنه في أزمة حقيقية، وربما التدخل الأمريكي الداعم لهذا الكيان يؤكد على أن هذا الاحتلال هو في مأزق كبير. بالتأكيد قد تكون وسيكون هناك خسائر
فلسطينية كبيرة من المدنيين نتيجة محاولة هذا الاحتلال الانتقام وليس الرد على قوة عسكرية، وإنما الانتقام من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. بالتأكيد نحن كلنا أمل بدور عربي ودور مصري بالذات من أجل التدخل ومحاولة كبح هذا الاحتلال وكبحه من القيام بمزيد من الجنون ضد شعبنا في قطاع غزة. طيب. بالتأكيد ما حدث ويحدث اليوم يشكل نقطة جوهرية في الصراع، ويؤكد على أن الأساس لهذا الصراع هو الاحتلال، وأن البحث عن حلول، لا نريد حلولا ذات علاقة بالأمن وحلولا لها علاقة بالحياة المعيشية، إنما هناك احتياج لمبادرة سياسية. طالما إسرائيل رفضتها، وبالذات هذه الحكومة اليمين المتطرف الذي يقودها نتنياهو تقود حكومة يمينية لم يعد يستمع لصوت الأصدقاء، صوت العقل، من أجل محاولة تقديم مبادرة للتوصل لحل من أجل تخفيف من سفك الدماء، ولكنه يبدو أنه رضي أن يكون أسيرا لليمين المتطرف. ونحن نرى ونشاهد عبر شاشات التلفزيون ما يحدث. طيب دكتور جمال، من المقاومة الفلسطينية هو رد فعل لهذا الاحتلال وما يقوم به من عمليات قتل وتدمير للشعب الفلسطيني. إذن دكتور جمال، هنا قد يأتي سؤال يعني أظن أصبح سؤالا واجبا، يعني في إطار أنه عملية طوفان الأقصى لم تكن في الحسبان على الإطلاق كما هو واضح، فلم تدري عنها الولايات المتحدة الأمريكية شيء، ولم يدري عنها الجانب الصهيوني أي شيء على الإطلاق، فكانت مفاجأة بكل ما تحمله الكلمة من مقاييس ومعنى. إذن ما الذي يمكن أن يدفع الجانب الصهيوني للجلوس مرة أخرى على مائدة المفاوضات مثلما حدثت هذه العملية؟ من الوارد أن تتكرر، ولا نريد أن يمتد أمد الصراع أكثر مما هو عليه، نريد أن نجلس على المائدة لوضع حل سياسي نهائي وحاسم وعادل. ما هي الظروف التي قد تدفع لهذا الحل؟ لا شك أن الصراعات العسكرية والحروب العسكرية والعمليات العسكرية هي نوع من التفاوض الخشن. في النهاية سيصل أي طرفين في الصراع إلى طاولة المفاوضات، وأعتقد أن مهما كانت هذه النتيجة التي ستتمخض عنها هذه الحرب الشاملة التي ستسعى إسرائيل من أجل فرض شروطها، سنصل إلى التفاوض. وبالتأكيد هذه المفاوضات التي قد تكون محتملة في الأيام القادمة أو ربما في الأسابيع أو في الأشهر القادمة ستنتج ربما مبادرة. نحن ندرك تماما أن في النهاية الحروب لها نهاية والعمليات العسكرية لها نهاية، ولكن في النهاية الصراع هو يكون على من يفرض شروطه على الآخر. أعتقد أن الجانب الفلسطيني والمقاومة استطاعت أن تحسن من الشروط الفلسطينية، واستطاعت أن تغير المعادلة، وأعتقد أن التاريخ ما قبل 7 أكتوبر لن يكون مثل بعد 7 أكتوبر فيما يتعلق هل تعتقد دكتور أمال على التوصل لحلول واضحة ومبادرة سياسية تحقق الشروط العادلة للشعب الفلسطيني؟ هل تعتقد دكتور جمال أنه دخول الولايات الأمريكية على الخط قد يغير يعني ولو شيء أو أشياء حتى من المعادلة؟ البنتاغون أعلن إرسال الحاملة جيرالد 4، والبيت الأبيض على لسان جو بايدن أكد على أنه المساعدات الأمريكية في الطريق إلى الجانب الإسرائيلي. هل تعتقد أن أمريكا بالفعل سوف تدخل على خط المساعدة المباشرة أو المواجهة غير المباشرة، ومن ثم هل سوف يغير ذلك من المعادلة؟ للأسف الموقف الأمريكي المتماهي تماما مع الرؤية الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية يؤكد نقطة لا خلاف عليها، أن هناك انحياز كامل ولا جدل فيه من الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل. هذه نقطة، أن الولايات المتحدة لا يجوز ولا يصح أن تبقى راعي لعملية السلام وهي منحازة بهذه الطريقة إلى الاحتلال. نقطة ثالثة، موقف الولايات المتحدة الداعم الميداني والعسكري
وكما سبق لها أن قامت بكل هذا الدعم مع أوكرانيا، يؤكد أن الولايات المتحدة دولة لا تسعى إلى السلم العالمي، وإنما دولة تسعى إلى مزيد من الحروب ومزيد من الدمار في ظل وجود إدارة ديمقراطية يقودها بايدن. أعتقد من جانب آخر أن وجود الولايات المتحدة ومحاولة تقديمها المساعدات ربما تكون نوع من الحضور الأمريكي أو رسالة ربما لعدم السماح بتدخل أطراف أخرى في الصراع مثل حزب الله مثل إيران. أعتقد هذه النقطة مهمة وأخذت عين الاعتبار. هناك كان خشية إسرائيلية، يبدو هناك تخوف إسرائيلي أن تعيش إسرائيل حالة من الصراع متعدد الجبهات، سواء كانت في قطاع غزة، سواء كانت من جنوب لبنان، من الجولان، من الضفة الغربية، من مناطق أخرى. ونحن نرى اليوم هناك حالة غليان كبيرة نتيجة ما تقوم به إسرائيل. فكان لابد للولايات المتحدة من أجل ضمان بقائها كما سبق وأن فعلت في أكتوبر 73 عندما قادت مصر والجيش المصري حرب عظيمة ضد إسرائيل، لولا تدخل الولايات المتحدة لكانت النتائج مختلفة. إذن الولايات المتحدة وجودها هو من أجل حماية هذا الكيان المسيحي، ويؤكد أن الكيان المسيحي هو جزء من الأدوات التي تسعى الغرب الرأسمالي إلى إبقائه من أجل تحقيق مصالحه الاستراتيجية ومصالحه الاقتصادية في المنطقة. طيب. لا نتمنى أن تزداد المنطقة اشتعالا، ولكن يجب أن يستفيد الجميع، يجب أن يستفيد كل الأطراف في الصراع. وهنا نلاحظ الموقف المصري المميز دائما، الموقف الذي دائما يسجل له بالعقلانية والهدوء في التعاطي مع الأزمات المتعلقة بالصراع. كان من المفترض أن يستمع الجميع، وأعتقد تستمر مصر وتستمر القاهرة وقيادتها في لعب هذا الدور من أجل تخفيف حدة النتائج التي يمكن أن تترتب عليها هذه الجولة أو هذه الحرب الشاملة التي ستسعى إسرائيل إلى محاولة تغيير المعادلة ومحاولة تحقيق نتائج ترضي حكومتها اليمينية وترضي شعبها الذي لم يعد راضيا عن أدائه الاستخباراتي والعسكري والميداني. فالولايات المتحدة أعتقد وجودها ومحاولة تقديم كل أنواع الدعم من خلال تصريحات لبايدن، لمستشار الأمن القومي، لوزير الخارجية، لوزير الدفاع، لقائد المنطقة العسكرية الوسطى، كل ذلك يؤكد على أن الولايات المتحدة هي ستقف بكل ما تملك من قوة بجانب هذا الاحتلال الذي أصبح اليوم في الزاوية، الذي أصبح اليوم يعيش أسوأ مراحل ضعفه نتيجة هذه العملية البطولية التي حققتها المقاومة. طيب دكتور جمال، سوف أعود إلى الموقف الأمريكي مرة أخرى، ولكن أولا يعني وأنا أشاهد الآن يعني عبر الشاشة لقطات مباشرة من غزة، فأرى أن هناك يعني تصاعد للدخان من أكثر من موضع، فمهم عندنا أن احنا نطمئن أيضا على الوضع في غزة الآن ونحن نتحدث. لا شيء، أنت ربما تعلم يا صديق أن إسرائيل تمارس كل أنواع القتل عبر قواتها الجوية وعبر قصفها الصاروخي ضد المنشآت المدنية. تعلم أن قطاع غزة منطقة مزدحمة وكبيرة بالسكان، وهي ربما لا تجد مكانا للفراغ لهروب الفلسطينيين، لا بديل للفلسطينيين إلا البقاء في منازلهم. وإسرائيل تقوم بشكل كبير منذ الأمس بعمليات جوية مستمرة وعمليات بحرية بالقصف، الزوارق البحرية لقصف المباني والأبراج والعمارات السكنية والبيوت فوق ساكنيها. للأسف طبعا نحن لا نتمنى مزيد من السقوط الشهداء، ولكن لا نملك ما يمكن أن ندافع به عن أنفسنا أمام هذا التغول الإسرائيلي وهذا العمليات القتل التي تمارسها عبر قواتها المسلحة الإسرائيلية. إسرائيل ستستمر بهذه الطريقة في محاولة لتسجيل أكبر عدد من الشهداء في الجانب الفلسطيني من أجل إيصال رسالة لشعبها أنها استطاعت تغيير المعادلة وتحسين شروط الصراع القائم الآن.
طب في 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 رأيك دكتور جمال، يعني نحن نعلم جيدا موقف بايدن من إسرائيل، وهو موقف قديم سبق وأن قال أمام الكونغرس بأنه إن لم يكن، كان من سنوات طويلة يعني، إن لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها حفاظا على مصالحنا في المنطقة. فعلى ما يبدو هذه هي رؤية جو بايدن، ونحن مقبلين على انتخابات أمريكية جديدة. هل تعتقد أنه المقاربة أو خلق مقاربات للحل على الأراضي الفلسطينية سوف تختلف عند وجود الجمهوريين على سبيل المثال؟ والله أعتقد من ربما من خلال قراءتنا لكثير من التطورات التاريخية، من خلال متابعتنا لإدارات سابقة سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، أن لا فرق بينها في التعاطي مع إسرائيل. إسرائيل هي الدولة المدللة، وربما تكون ولاية إضافية للولايات المتحدة موجودة في الشرق الأوسط، ربما هي الابن المدللة، ربما هي الكيان التي تملك كل العوامل الاجتماعية والتاريخية والدينية المرتبط بالولايات المتحدة. للأسف أعتقد أن هناك لا يوجد جدية حقيقية من الإدارات الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية في وضع حلول حقيقية وإصرار على وجود حلول حقيقية أو مبادرات من أجل إنهاء الصراع. للأسف كل هذه الإدارات فقط تعمل على إدارة هذا الصراع، أو ربما تطرح بعض العناوين وبعض التصريحات التي من خلالها تظهر أنها تعمل من أجل السلام، ولكن بالحقيقة هذه الإدارات بغض النظر كانت جمهورية أو ديمقراطية هي تتماهى تماما مع الرؤية الإسرائيلية وتتبنى إسرائيل. ولعل ما يحدث اليوم من دعم بكل الأشكال ومن بكل المواقف وكل أنواع المساعدات لدليل على أن الولايات المتحدة لا تسعى ولا تعمل من أجل منع إسرائيل من القيام بالمجازر والتدمير والحرب الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني. الولايات المتحدة بإمكانها أن تبحث عن العدل وتسجل لها نقاط كبيرة وتبقى على علاقتها الطيبة مع إسرائيل، ولكنها هي دائما تتبنى الرؤية الإسرائيلية. وأعتقد أن الولايات المتحدة ستستمر بهذا الموقف سواء عيد انتخاب بايدن أو جاء مرة أخرى ترامب أو غيره من الجمهوريين. الولايات المتحدة ستبقى على هذا المنوال وستبقى إن لم يتغير شكل النظام الدولي والمعطيات التي ربما نحن نعيش في إرهاصاتها على المستوى الدولي. ويجب أن يتغير شكل النظام الدولي. أشكرك جدا يا دكتور جمال، كل الشكر للدكتور جمال الفاضي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. طيب كما هي الأحوال، ويمكن احنا زي ما بقول لكم احنا لسه لازلنا بنعرض أمامكم لقطات حية يمكن انت هتشوفها قدامك على الشاشة من داخل قطاع غزة في ظل ضربات إسرائيلية موجهة للكتل المدنية في الصراع، يعني بذريعة أنه بعض هذه المباني إنما تحوي أجهزة أو مؤسسات قطاعات أمنية تابعة لحركة حماس على حد كلامهم عندما ضربوا برج فلسطين في قلب قطاع غزة، متذرعين بأنه يعني في داخله مكاتب للأجهزة الأمنية الفلسطينية وما إلى ذلك، وفي النهاية الشهداء من المدنيين الفلسطينيين. عايزين نستأذنكم تشوفوا معانا ونفكر بعضنا بس مش كمصريين، نفكر بعضنا عموما كعرب، ونفكر كلنا نفسنا كمجتمع إنساني، دور مصر التاريخي في قضيتنا المركزية فلسطين. فاصل ونكمل الكلام. في كل محطات القضية الفلسطينية ستجد مصر في سويدائها بالدم والمال والعمل وطرح الحلول والتهدئة والتعمير وتوحيد الصف الفلسطيني. ظلت فلسطين على الدوام حاضرة في قلوب المصريين وأمنياتهم ومحورا دائما على طاولة الدولة، قدمت نحو 100,000 شهيد في 3 حروب متوالية، ودعمت فكرة منظمة التحرير، وقادت مؤتمرات القمة لتوحيد الصف. وبعد نصر أكتوبر وخلال 5 عقود خاضت مصر معركة السلام وطرحت حل الدولتين
وشاركت ودعمت اتفاق أوسلو وسعت لميلاد الدولة الفلسطينية، وكانت مبادرة لإطلاق الحوار الفلسطيني وقيادة جهود المصالحة. في كل أزمة كبرى في فلسطين تقف مصر قبل الجميع مقدمة الدعم الصحي، مسخرة إمكاناتها لعلاج الجرحى، متقدمة الصفوف كوسيط نزيه للتهدئة دون مزايدات، مقتطعة من أموالها ما يقيم المستشفيات والمنازل والبيوت وإعمار ما خربته الحرب. طيب، كلنا بنتابع الأحداث المستمرة ورفع حالة التأهب والطوارئ القصوى في الهلال الأحمر المصري، تحديدا في شمال سيناء. مهم عندنا ان احنا نعرف يعني الاستعدادات المصرية والهلال الأحمر المصري في شمال سيناء. من دكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر في شمال سيناء، اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود الايام عليكم على خير، وفرصة طيبة ان احنا نتكلم تاني استاذ يوسف على شاشة التلفزيون المصري. نحب دايما ان احنا نلتقي، ونتمنى ان احنا نلتقي في ظروف تبقى اكثر جودة من الظرف الحالي. ومهم ان احنا نعرف يا دكتور يعني الاستعدادات المصرية واستعدادات الهلال الاحمر المصري في شمال سيناء لاستقبال المصابين من اهالينا الفلسطينيين. والله يمكن احنا في البداية من ساعة ما يعني الاحداث بدأت تتصاعد في غزة وأشقان الفلسطينيين، الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء بتوجيهات من المركز العام للهلال الأحمر بدأنا في طوارئ 24 ساعة داخل فرع الهلال الأحمر المصري، وبدأنا في ترتيب الشباب الموجودين. احنا عندنا قاعدة بيانات للمتطوعين أكثر من 500 متطوع، بدأنا في الإعداد لفرق الطوارئ الموجودة عندنا وفرق الإسعافات الأولية وفرق الدعم النفسي. بدأنا نعمل زي أنشطة أو ورش عمل تنشيطية للشباب الموجودين داخل الهلال الأحمر. بدأنا نجهز المستلزمات الموجودة. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا يعني كل التجهيزات موجودة، أكثر من 500 مرتبة، وبدأنا نجهز البطاطين كل المستلزمات اللي جاهزة في حالة ان احنا بدأ توافد اشقائنا الفلسطينيين. كمان عندنا في مستشفى العريش العام عندنا غرفة كاملة لوحدة الدعم النفسي موجودة داخل المستشفى بالاخصائيين النفسيين. يمكن بتكلمني دلوقتي وانا موجود في مستشفى العريش العام، لسه كان في اجتماع ما بين كافة المؤسسات الموجودة على مستوى المحافظة للتجهيز في حالة توافد أشقائنا الفلسطينيين أو الجرحى على الجانب المصري. يمكن كمان عندنا مكان مجهز بدأنا نجهز فيه في معبر رفح بالتنسيق مع الجهات الأمنية بكافة المستلزمات والمنظمات الشخصية والحاجات اللي هي تبقى جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين في الجانب المصري. وفي اجتماعات النهارده كنا في اجتماع برئاسة معالي السيد وزير المحافظ وكافة الجهات المعنية لتنسيق الجهود ومدى الاستعداد لاستقبال والجاهزية في حالة توافد أشقائنا الفلسطينيين من الجانب الفلسطيني. طب دكتور خالد، هل بيتم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، خصوصا ان احنا نتوقع انه هتبقى الحالات فيها تباينات، يعني بالتأكيد في بعض الحالات اللي هتحتاج إسعافات سريعة او أولية، وفي حالات اخرى زي ما حضرتك قلت هتحتاج للعلاج والتأهيل النفسي مما لا شك فيه نتيجة هذه الضربات التي توجه للقطاعات المدنية في غزة، ولكن وارد انه يبقى في بعض الحالات اللي هتحتاج لجراحات او جراحات عاجلة او بعض الجراحات الدقيقة؟ وفي تنسيق على مستويين، في تنسيق على مستوى المركز العام للهلال الأحمر برئاسة الدكتور رامي الناظر المدير العام ومع الجانب الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية، وكمان بالتنسيق مع مستشفى العريش العام ومديرية الصحة
بشمال سيناء في الحالات اللي هي محتاجة زي ما قلت معليك تدخل سريع أو بسيط في مستشفى العريش العام أو مستشفى الشيخ زويد أو مستشفى دير العبد، والحالات اللي محتاجة سفر للمستشفيات القاهرة يتم التنسيق مع هيئة الأسعاف الموجودة في شمال سيناء في نقل الحالات للجانب الآخر، وكمان الهلال الأحمر المركز العام يجهز لي بالتنسيق مع الدكتور رامي الناظر لإرسال بعض المعونات إلى الجانب الفلسطيني بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا دكتور خالد، كل الشكر للدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء في إطار حديثنا عن الاستقبال أهالينا من المصابين والجرحى الفلسطينيين. هنتقل معاك إلى مجلس النواب بعد إذنك. لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت نهائيا على مد العمل بقانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج. عايزين نفهم التفاصيل وأيضا نرحب أولا بسيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أهلا 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 يا أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا يا أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. إيه السر وراء تجديد يعني العمل بهذه المبادرة؟ يعني طبعا المصريين في الخارج يوسف بعد انتهاء المبادرة كان آخر معاد لها في 14 مايو الماضي، كان حصل طبعا تعديلات زي ما حضرتك لمست وشاهدت والكل لمس في مجلس النواب، حصل تعديلات عديدة على القانون الصادر في نوفمبر 2022، ده شجع المصريين في الخارج ان هم يطلبوا من الحكومة بضرورة يعني مد الفترة او اصدار القانون مرة أخرى. الحكومة المصرية استجابت طبعا لمطالب المصريين المقيمين في الخارج وعدت مشروع قانون اللي تم عرضه ونظره في اللجنة اليوم بقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تقرير بعض التيسيرات المصريين المقيمين بالخارج اللي هو بيطلق عليها مبادرة السيارات. القانون يعني جاء من مادتين ببساطة كده، هو القانون بنفس الشروط السابقة ولكن مدة جديدة 3 أشهر، ويجوز لمجلس الوزراء أيضا أن يتم المدة 3 أشهر أخرى بعد انتهاء المدة الحالية. أنت بتحب الأرقام يا أستاذ يوسف جدا. وأنا بحب أتكلم بالأرقام، عايزين نعرف والمشاهد يعرف المبادرة أو القانون في الفترة السابقة حقق إيه. يعني القانون يعني حتى 3 أكتوبر 23 كانت أوامر الدفع الصادرة، البيانات دي طبق البيانات الرسمية اللي يعني الصادرة من وزارة المالية واللي أدلى بها السيد رئيس مصلحة الجمارك اليوم أثناء تواجده في اللجنة وحضوره في اللجنة. أمر الدفع الصادرة من المصريين في الخارج كانت حوالي 213,984 أمر، دي إجمالي التحويلات اللي كانت حوالي 121,553 دي إجمالي التحويلات الفعلية كانت قيمتها حوالي 460 مليون و3 من عشرة دولار، ده اللي تحول فعلا يا أستاذ يوسف. كان فيها تحويلات مقبولة لعدد 118,851 أمر ب 450 مليون دولار، وكانت هناك تحويلات مرفوضة من البنك 515 تحويل، وتحويلات تم استردادها من أصحابها ب 430 تحويل، وتحويلات لسه تحت عادة الفحص من البنك ب 1757 تحويل. وزارة المالية عملت يعني تقسيم لهذه التحويلات، التحويلات اللي حتى من 1000 لغاية 5000 دولار، ودي كانت بتمثل حوالي 70% من تحويلات المصريين في الخارج وكانت قيمتها 143 مليون دولار، و 30% تمثل باقي التحويلات. طيب النهاردة السيد رئيس مصلحة الجمارك يعني تحدث في نقطة مهمة جدا، ان التحويلات الفعلية بلغت المقبولة 150 مليون دولار لكن ممكن ان تتضاعف. ليه ممكن ان تتضاعف؟ لان الموافقة الاستيرادية بتستمر لمدة 5 سنوات. القانون يعني نص على ان المالك الاول للسيارة ممكن يستورد السيارة او يعني يجيب السيارة ينزلها مصر ايا كانت سنة الصنع، لكن غير المالك الاول ممكن ان هو يعني ينزل
سيارة مستخدمة 3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي. عدد كبير من المصريين في الخارج سدد على أني سيارات مستعملة، فكانت يعني المبالغ اللي سددها من $1,000 إلى $5,000. لما تم تعديل القانون وإدى الحق في الموافقة الاستيرادية 5 سنين، ومن حق المصريين في الخارج أن هم يستبدلوا هذه السيارات ويحدثوها مرة أخرى، وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك بتتوقع أن ال 143 مليون دولار اللي بتمثل 70% من عدد التحويلات لحوالي من 1000 ل 5000 دولار، من الممكن أن تزيد 500 مليون دولار أخرى لتصل إلى حوالي 646 مليون دولار، وبالتالي يعني ستزيد المبلغ لحوالي 503 مليون دولار، يعني يتضاعف المبلغ ليصل إلى حوالي 1 مليار دولار أو أكثر. يعني النهاردة كان في نقاش في اللجنة، كانت في آراء عديدة، كانت في مطالبات، لكن تم الموافقة في النهاية على مشروع القانون، وسيتم دراسته باللجنة العامة. أنا عايز أشير يا أستاذ يوسف لنقطة مهمة جدا. اللجنة النهاردة أيضا يعني وجدت على قانون مهم جدا، وهو قانون يعني تعديل المادة 8 من القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص ب يعني رفع حد الإعفاء الضريبي. ده كان يعني ضمن حزمة القرارات الاجتماعية الأخيرة اللي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا كلنا طبعا تابعنا حزمة القرارات. لجنة الخطة والموازنة النهاردة كانت بتدرس ووافقت على يعني تعديل المادة 8 من القانون 91 لسنة 2005 الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي، اللجان الأخرى بمجلس النواب الزملاء في لجان التضامن، لجنة التضامن ولجنة القوى العاملة درسوا القوانين الأخرى المتعلقة برفع علاوة غلاء المعيشة من 300 إلى 600 جنيه، وإحنا كلنا عارفين طبعا أن ده يعني هيخدم عدد كبير من العاملين في الدولة، يعني يصل لحوالي 4.5 مليون موظف، تكلفتها حوالي 16.4 مليار. أيضا درسوا يعني رفع علاوة المنحة الاستثنائية للمعاشات، ودي هتخدم حوالي 11 مليون مستفيد من المعاشات بتكلفة 32 مليار، ودي يعني رفع العلاوة من 300 إلى 600 جنيه، رفع نسبة تكافل وكرامة بنسبة 15%، ودي بتخدم حوالي 5 مليون مستفيد وتكلفتها حوالي 4.5 مليار جنيه، رفع الحد الأدنى للأجور من 3.5 إلى 4000 شهريا. أنا عايز أشير يا أستاذ يوسف أن المعاشات والمرتبات والأجور ارتفعت حوالي 4 مرات خلال العامين الأخيرين. حزمة الحماية الاجتماعية يعني كانت حوالي 4 حزم حماية اجتماعية خلال 17 شهر تقريبا. موازنة العام الحالي 530 مليار جنيه بخلاف تكلفة هذه القرارات. ده كله كان يعني من حرص السيد الرئيس على يعني دعم المواطن المصري خاصة محدودي الدخل في مواجهة الصعاب والتداعيات نتيجة الأزمة العالمية والتداعيات. طيب دكتور استاذ مصطفى، وشكر المواطن المصري على ان هو وقف جنب الدولة وساعد في مواجهة هذه الصعوبات كلها، وان شاء الله يعني الدولة بتبذل قصارى جهدها طبعا مما لا شك فيه. طب استاذ مصطفى، يمكن عندي سؤال متعلق بمبادرة السيارات كما هو اسمها الدارج، يعني هل توجد أي تصورات أو توجد في النية بعض التعديلات للمزيد من التيسير، يعني بحيث أنه نقدر نصل إلى مستهدف أعلى من ذلك تحديدا في مسألة الودائع أو التحويلات الدولارية اللي هتيجي؟ القانون المقدم من الحكومة أستاذ يوسف كان بنفس الاشتراطات السابقة، يعني ما جاء من الحكومة كان بنفس الاشتراطات السابقة. كانت هناك يعني مطالبات عديدة من بعض السادة الزملاء والمناقشات اليوم في اللجنة، وتم الاتفاق يعني على أني هيدرس ده في جلسات مع وزارة المالية ومع مصلحة الجمارك. يعني أنا بقصد أنه يمكن كما حدث في السابق عندما تم مناقشة القانون في الجلسة العامة، احنا كلنا طبعا يعني لمسنا أن هناك تعديلات عديدة حصلت على القانون، ربما في الجلسة العامة لمناقشة القانون تحدث بعض التيسيرات والتعديلات الأخرى في القانون. يعني يمكن حضرتك أكيد وصل لك ست النائب أنه البعض بيطالب بأنه بالنسبة للمصريين المقيمين في خارج الاتحاد الأوروبي أن يكون لهم حق الاستيراد من بلادهم، مش بالضرورة من الاتحاد، إذا كانت السيارة منشأها أوروبي فتحصل على نفس التيسيرات
بتاعة المصري اللي مقيم في أوروبا، يعني الاتنين يحصلوا على نفس التيسير، ما يبقاش مجرد الخفض بنسبة تقريبا 70% فيضع وديعة بس بقيمة 30%، إنه يتم التعميم على أي سيارة ذات منشأ أوروبي سواء إذا كان المصري مقيما داخل الاتحاد أو خارج دول الاتحاد. يعني زي ما حضرتك شاهدت يا أستاذ يوسف في مناقشة القانون في الجلسة السابقة، يعني وصلنا إلى توافق مع الحكومة لنسب يعني تعديلات كبيرة وصلت لنسبة 70% خط. ربما يعني دي كانت النقطة الأساسية في محور النقاش اليوم، ربما في الجلسة العامة نصل إلى يعني مزايا أكثر أو إلى مساواة ما بين مقيم في الدول الأوروبية وخارج الدول الأوروبية. يا مسهل نشيل بقى 30% دي كمان يعني على سيارة ذات المنشأ الأوروبي، بس هتفرق كتير مع الناس أعتقد ذلك، وهتفرق معانا إحنا عموما بشكل عام أكتر من كده كتير. أشكرك جدا سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجيد جدا أن سيادة النائب مصطفى أشار أيضا إلى حزمة الإجراءات الاجتماعية اللي تم الموافقة عليها قانونيا من خلال مجلس النواب النهاردة ومن خلال لجنة الخطة والموازنة. طيب تعال أخدك على خبر أنا أراه من الأخبار الجيدة جدا وبامتياز، وتحديدا من مركز معلومات مجلس الوزراء اللي بالفعل عمل استعراض لخطة إعلان مصر خالية من الأمية حتى ديسمبر 2024. احنا بنتكلم تقريبا سنة وشهرين وكسور. دكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أهلا بك يا دكتور. اهلا بيك يا يوسف وبالساده المشاهدين. ابرز ملامح هذه الخطه الطموحه ذات الخبر العظيم والرائع والجيد. انا بشكر حضرتك، يعني مصر تبنى من جديد اخي العزيز. صحيح يا فندم. ما حدث في السنوات الاخيره من انجازات يشهدها القاصي والداني لخير شاهد ودليل على قدره مصر على العطاء والتضحيه والفداء ومواجهه التحديات. المصري ابن حضارة وتاريخ، تتجسد حضارته وتاريخه تسلوكياته وتظهر واضحة وجلية أثناء الأزمات. الحقيقة قضية الأمية من القضايا الشائكة اللي بتحظى أول مرة رأس الدولة يتحدث عن محو الأمية، وفخامة دولة رئيس الوزراء بوجه لهم كل الشكر على إلقاء الضوء على هذه القضية التي جسمت على صدر المصريين لفترات طويلة من الزمن. مصر تبنى من جديد، 6 مليون يتحررون من الأمية من 2014 حتى الآن، رقم غير مسبوق في تاريخ مصر. القادم أفضل إن شاء الله، سنعلنها خالية من الأمية في 2030 طبقا لرؤية مصر 2030 بإذن الله تعالى. تكاتف الجهود الحكومية مع منظمات المجتمع المدني مع النقابات مع الأحزاب السياسية مع الجامعات المصرية مع جيشنا العظيم اللي بوجه له كل الشكر بمناسبة 6 أكتوبر العظيم ومرور 50 سنة على احتفالنا بنصر أكتوبر، العمود الفقري للبلد، اليد الحامية أثناء الأزمات، اليد الحامية أثناء من الأعداء. الحقيقة الشرطة المصرية تعاونها معنا في ملف أول مرة بتخش الهيئة لمراكز الإصلاح والتأهيل، تأهيل أكثر من وتحرير أكثر من 1200 نزيل في سجن جمصة من الأمية. الحقيقة ده بيدل على قدرة المصريين، تأكيد فخامة الرئيس وتكريمه لسيدة أيقونية تعدت 87 سنة من محافظة المنوفية وحصولها على شهادة محو الأمية، نقدمها للمجتمع كأيقونة ورمز من الرموز المصرية المضيئة اللي بتعكس قدرة المصريين على صناعة الفارق دايما في كل قضاياهم وقدرتهم على مجابهة أي تحدي لن يمنحها اعتلال بصرها واعتلال صحتها ومن مواصلة تعليمها وحصولها على الشهادة. ده الحقيقة نموذج طيب، حديث فخامة الرئيس مع أحد المجندين وحثه على ضرورة حصوله على شهادة محو الأمية إيمانا من رأس الدولة بأن تأمين الوطن بالعلم لا يقل الأهمية عن تأمينه بالسلاح. أهل العزيز مصر تبنى من جديد. ما حدث في السنوات الأخيرة من مبادرات رئاسية كريمة تجوب الكرة والنجوع والعزب والكفور من أجل ارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري مما لا شك فيه، مسألة محو الأمية أيوة حاجة. ودي حاجة مهمة جدا، يمكن الرئيس طالما يعني رفع شعار بالعلم والعمل نبني هذا الوطن، ومن هنا يمكن عايز أعرف أكتر على إيه خطتنا لمحو الأمية بإذن الله حتى ديسمبر 2024 أو الملامح الرئيسية.
الحقيقة الملامح الرئيسية للخطة بتقوم على وضع خريطة الطريق لكل جنيه ينفق في الهيئة، تبني فقه الأولويات، التركيز على ثقافة التطوع بين الشباب، وتأكيد فخامة الرئيس في أكثر من منتدى من منتديات الشباب على أن يكون لطلاب الجامعات والشباب المصري دور في خدمة قضايا المجتمع ومنها قضية محو الأمية. الكمية المتبقية عندنا أخي العزيز تم توزيعها على المحافظات، فنسب الأمية متباينة طبقا لتباين المحافظة والتوزيع الجغرافي للسكان. وضع الهيئة خطة اسمها حياة كريمة بلا أمية، تم توزيعها على مدار لغاية 2030، وقبلها بسنة إن شاء الله نكون انتهينا من هذه القصة. تكاتف الجهود الحكومية مع منظمات المجتمع المدني، لأول مرة منذ تولي الهيئة الحقيقة في أبريل حتى الآن عاملين 1,350,000 في عام واحد، ده رقم غير مسبوق. الحقيقة خفضنا تكلفة الدارس ونزلنا بالتكلفة إلى رقم غير مسبوق أيضا. الحقيقة الاثنين بيسيروا بالتوازي جنبا إلى جنب من أجل ارتقاء بهذا الملف الحيوي والتنمية المستدامة لا تتحقق لها النجاح في ظل وجود الأمية. الديمقراطية التي يتحدثون ويتشدكون بها في ظل 15 مليون أمي تصبح حبر على ورق، محتاجين شغل ليل نهار من أجل إحداث تقدم ملموس في هذه القضية. تأكيد فخامة الرئيس وإلقاء الضوء على هذا المشهد في أكثر من مشهد إن دل فإنما يدل على وعي القيادة السياسية الحقيقة بهذه القضية. العالم بيتحدث الآن عن محو الأمية الرقمية والتكنولوجية والبيئية والصحية. العالم لن ينتظرنا حتى نتمكن من محو الأمية الهجائية. مطلوب منا كهيئة أن نقدم الوجبة العلمية الدسمة التي تضمن أكثر من نمط من أنماط الأمية في آن واحد. الحقيقه بنتكلم دلوقتي عن الخضرانه كمدخل في تعليم الكبار، بنتكلم عن المشروعات المتوسطه والصغيره كمدخل في تعليم الكبار. تعليم القراءه وحده بمعزل لا يكفي لبناء انسان قادر على تحقيق التنميه البيئيه المستدامه، قادر على تحقيق التنميه المستدامه وابعادها الاجتماعيه. الهيئه بتقوم بدور مع الجهات الشريكه، على سبيل المثال للحظ تشبيكنا مع البنك الاهلي في محو الاميه الماليه واستخدام الاي تي ام للدارس الكبير وعمل حساب في البنك، كلها قضايا مطروحه بتلامس حياه الناس البسيطه. تشبيكنا مع المجلس القومي للسكان في كل القضايا الاجتماعيه من الزواج المبكر وتنظيم الاسره والصحه الانجابيه وغيرها من القضايا. الحقيقه في اطار منهج علمي مدروس بيننا وبينه، والحقيقه بكره يعني عندنا اجتماع مع دوله رئيس الوزراء اللي بوجه له كل الشكر مع المجلس القومي مع معالي وزير التربيه والتعليم، معا نستطيع زي ما فخامه الرئيس بيقول كل ما تكاتفت الجهود نستطيع التغلب على كل التحديات. مما لا شك فيه من جديد الاصلاح الزباكي جرزمه من الاجراءات بتسير بالتوازي جنبا الى جنب من اجل الارتقاء بحياه الناس البسيطه. مبادره حياه كريمه، هذه المبادره الرئاسيه الحانيه اللي بيقودها شباب، صناعه مصريه خالصه 100%، 1409 قريه، 52 مركز، 20 محافظه في مرحلتها الاولى فقط، بتغير حياه الناس ومجرى حياه الناس. القادم افضل، مصر تستطيع، توحدوا خلف هذه القياده السياسيه الواعيه. لا الحقيقه انه يمكن عن طريق محو أمية الكبار دكتور ناصف، وحضرتك طبعا سيد العارفين، خرج من محو أمية الكبار أكثر من نموذج. أولا خلينا نشكرك دكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، يمكن في أكثر من نموذج إحنا يمكن أجرينا معهم ولو حوارات تليفونية حتى عبر هذا البرنامج لسيدات فضليات قدروا أن هم يحصلوا على شهادات محو الأمية وهم كبار، ثم استكملوا دراساتهم المدرسية حصولا على الثانوية العامة، ثم شهادات البكالوريوس أو الليسانس، ثم درجات الماجستير، ثم درجات الدكتوراه. الحقيقة أنا ما أعرفش، يعني ما أقدرش أجزم، ما أعرفش إذا كان مثل هذه النماذج موجود زيها برا مصر ولا لا، لكن الأكيد بالنسبة لي أنه هذه النماذج بالنسبة لي هي نماذج شديدة الإلهام، شديدة الإلهام لقدرة المصريين على تخطي أي شكل من أشكال الصعوبة. قدرة المصريين لا تقف عند سن على الإطلاق، قادرين دائما على إبهار أنفسهم، إبهارنا، بل وإبهار العالم. شفناها كتير يعني. فاصل ونكمل الكلام. We'll be right back.
مسلسل ألفريدو. مسلسل ألفريدو الناس كلها قاعدة عمالة بتتكلم عنه، طبعا أنا لسه ما اتفرجتش على ألفريدو يعني، لكن الناس كلها فعلا بتتكلم عن المسلسل ده وبتتكلم عن القصة بشكل عام. طبعا أنا منحاز حبتين بالتأكيد لأي حاجة بيألفها عمرو محمود ياسين، باعتبار أن عمرو صاحبي ودفعتي وأصدقاء الحمد لله حتى هذه اللحظة يعني. بس كمان أنا أقدر أدعي أن أنا من الناس اللي منحازة دايما لأحمد فهمي، لأنه أحمد فهمي الحقيقة بالنسبة لي كبني آدم اكتشاف حقيقي كممثل، اكتشاف يعني، من وقت ما خد قرار انه يمثل، وانا بظن انه طول الوقت شغال على نفسه. بيعمل ايه بالظبط انا مش عارف، بس هو الحقيقة في تقدم واضح ومذهل وملموس طول الوقت لفهمي. ما بين قوسين انا معرفش الناس عارفة ده ولا لا، بس احمد فهمي من اكتر الناس اللي دمها خفيف في المطلق. احمد فهمي معانا على التليفون. ازيك يا ابو حميد؟ بص انت بدأت تضحك مع انه انت اللي دمك خفيف يعني، الناس مش عارف، الناس كلها عارفة ان انت فعلا صاحب افيه جنوين اللي هو الاصلي، اللي هو بيطلع بيقول كلام ما تفهمش بيطلع امتى وازاي يعني. بص هو يعني يمكن عشان انت قريب مني فانت عارف ان انا بهزر، وانا دايما بهزر مع الناس صحابي القريبين، انت عارفين ان انا بهزر ودمي خفيف. دمك خفيف جدا. نفسها ايه؟ دمك خفيف جدا جدا. بس في ناس بقى ما تعرفش كده، لان انا بكل الادوار اللي انا بدور عليها او بحاول اعملها تبقى بعيده شويه عن شخصيتي، يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل شيء يعني مختلف، فاهم؟ يعني على قد ما اقدر يعني. لا يعني انت بتعملها مختلفه جدا. كلمني على ألفريدو، لان انا عايز اعرف ايه السر وراء ان كل الناس بتتكلم على ألفريدو، السوشيال ميديا غرقانه ألفريدو. فانا حتى قلت طب انا منحاز لعمرو محمود ياسين، طب انا منحاز لاحمد فهمي علشان صديقي، فالسؤال الناس اكيد مش منحازه يعني، الناس اكيد عجبها المسلسل. بص هقول لك انا اللي حصل ايه. انا دلوقتي بالنسبه للجمهور العادي انا بقالي تقريبا سنتين او سنتين وشويه ما عملتش حاجه. في حاجات صورتها يعني، في مسلسل صورته لسه هيتعرض، بس يعني لسه قدامه شويه يعني. فانا لما جاي الورق ده عمرو كلمني، عمرو محمود ياسين والمنتج احمد عبد العاطي والمخرج عصام نصار، قالوا لي عايزينك تعمل الورق ده. فانا لما قريت يعني انا بس بقول لك الحكايه من الاول علشان فكره ليه الناس عاجبها المسلسل على السوشيال ميديا. عجبني قوي السطر الاولاني، فكره ان واحد بيشتغل دكتور فجأة بيسيب الطب علشان نفسه يبقى طباخ، فبيسافر إيطاليا وبيبقى جامد جدا هناك وعنده مطعم. حلو. بعد كده بيسيب كل ده اللي هو حلمه الأساسي اللي سافر عشانه وعمل كل حاجة عشانه، بيسيب كل ده علشان عمته. يرجع لها مصر ويبقى معاها علشان عندها بداية مرض الزهايمر. ففكرة التعاطف اللي أو يعني صلة الرحم اللي حصلت ما بين واحد وعمته، انا وجهه نظري ان احنا دلوقتي قليل قوي لما بنشوف ده في الحياه العاديه. يعني هتلاقي دايما الناس مش قريبين قوي من بعض زي زمان، ممكن واحد ما يروحش لامه مثلا ولا لقرايبه بقى له فتره كبيره، يكتفي بس بواتساب ولا مسج عاديه وخلاص. ففكره ان الناس شافت، مش عايز برضه اقول كلام كبير قوي ولا كده، بس فكره الرجل الشهم الحقيقي اللي ممكن يعمل حاجه علشان خاطر اللي حواليه كلهم، عمته او اخواته او الناس اللي بيشتغلوا معاه او كل حاجه، علشان هو بجد فكره ان هو انسان حقيقي، انسان بجد مش عايز حاجه يعني، فاهم قصدي؟ فكره مشاعر انسانيه محضه صرفه خام. بالظبط بالظبط كده بالظبط. انا بس سمعتك وانت بتقول في الحته الاولانيه ان وانا دي طبعا كلام كبير قوي بالنسبه لي وشرفني جدا جدا ان انت بتقول ان انت شايف ان في تطور في الاداء عندي من اول حاجه عملتها لغايه دلوقتي. طبعا. بص يعني انا هقول لك الموضوع بالاختصار، يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اشتغل على نفسي. فكره الشغل على النفس من وجهه نظر انا ان الواحد لازم يعرف مشاكله فين قبل ما يشوف الحاجات الكويسه اللي بيعملها فين. فانا دايما اي حاجه بعملها بشوف ايه المشكله، يعني انا كان طب انا ليه انا مثلا في المشهد ده انا كنت حاسس بس ازاي ما بينتش ده؟ فابتدي اشتغل على مثلا لا الرياكشن، يعني مثلا كان في كومنت كده جالي من كل الناس اللي اتفرجوا على مسلسل ألفريدو، ان بيقولوا ان فهمي ازاي قدر يعبر كل حاجه بعينه بس من غير الحوار او كده. فانا لان انا كان ساعات كتير قوي كنت بشتغل في حاجات انا حاسس جدا بس مش قادر ابين ده في عيني.
يعني مش عارف ازاي. فابتديت بقى يعني كده، غير بقى كورسات، غير ما بتفرج كتير، بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل. وطبعا الواحد ده بيشتغل مع مخي شاطر بيعرف يعمل حاجه كويسه برضو. يعني بتفرق كتير لما بتبقى انت مؤمن بالمخرج اللي شغال معاه. طبعا مليون في المية يعني. ولازم انا وهو نبقى على نفس الويب يعني، زي ما بيقولوا كده يعني، انا وهو متفقين ان احنا عايزين نعمل المشهد ده ازاي او ايه. لان مثلا ممكن يبقى مشهد ما بين يوسف مثلا وحد تاني بيتكلم معاه، والحد التاني ده هو اللي بيتكلم طول المشهد، بس فعليا المشهد ده بتاع يوسف، فلازم يوسف هو اللي يتبرود في المشهد مش اللي بيقول حوار وخلاص. في مشهد مخرج تاني ممكن نشوف على حسب الورق اللي بيتكلم هو اللي هيقطع عليه، لكن لا، ده بقى بيفرق من المخرج اللي فاهم ايه الحدث اللي ورا المشهد ده، او ايه المطلوب من المشهد ده تحديدا، وبين اي مخرج تاني شايف الكلام وخلاص لازم يقطع عليه عادي. انا دايما مش مؤمن بالنظريه بتاعه فلان الفلاني بيغني ليه يمثل، وفلان بيمثل ليه يغني، وفلان ليه بيلعب كوره فيمثل. يعني في النهايه خالص هو الناس ليه عايزه تحجر على المواهب، او ان انا عندي موهبه او عندي ميل الى اخره. لكن اللي بيجي في بالي في الحاله بتاعتك تحديدا انه فهمي شديد التحقق في مجاله الموسيقي والغنائي، شديد التحقق. فإيه اللي يخليه كان يخوض التجربة بتاعت التمثيل الاحترافي؟ أنت مش بتمثل دور الفنان المطرب، أنت طالع بتمثل ممثل. صح. إيه اللي يخليك تخوض المغامرة دي؟ بس أول حاجة ودي حاجة أنا مقتنع بيها شخصيا، يعني إن الواحد بيمشي في الحياة طبعا اكيد بيشتغل على حاجه معينه او بيحبها، بس لازم يكتشف نفسه اكتر في كل حاجه بيعملها. يعني علشان كده مثلا احنا مثلا لما درسنا في التاريخ الموسيقي مثلا واحد زي مثلا باخ اللي هو موسيقي الماني كان عازف، بعد ما مات اكتشف ان هو مؤلف جامد. فانا قصدي ان في حاجات الواحد بيكتشفها لما بيجربها ويعملها، وطالما انا في نفس الدايره، في دايره ان انا في الفن يعني، وانا وجهه نظري ان المزيكا والتمثيل والفن التشكيلي الثلاثه واحد، يعني كلهم مرتبطين ببعض. فانا ان انا درست مزيكا انا شايف ان ده ساعدني في ان انا اكون ممثل، بس في نفس الوقت انا دلوقتي شايف ان التمثيل بالنسبه لي لا، ده انا ده يعني بحبه قوي ولازم اشتغل عليه جدا. وما كانش فارق معايا فكره إن في الاول يمكن لما عملت خليج نعمه وفي الفتره الاولانيه كان بالنسبه لي فكره ان انا المغني اللي بيمثل، فعايز اغني وكده في اول حاجه عملتها. ايوه. بعد كده حبيت التمثيل فبقيت اشترط ان انا ما اغنيش في العمل الفني خالص. جدع. يعني ولا في التتر ولا اغنيه جوه ولا يعني ما اعملش كده خالص. علشان افصل المشاهد ما بين فكره ان انا فاهمي اللي بيغني وما بين ان انا بمثل دلوقتي. فمثلا مش معقول هبقى طالع مثلا دكتور او مذيع او محامي او كده والناس سامعين صوتي وانا بغني. يمكن وانا في الاول فكنت بقول مش كل الناس عارفه ان احمد فهمي دمه خفيف جدا، بس كمان في حاجه بقى مهمه لازم الناس تبقى عارفاها، مش كل الناس عارفه ان احمد فهمي دوده قرايه. ليه؟ انه احمد فهمي دوده قرايه، بيحب الكتب، بيحب يقرا. صح صح مش يعني كده؟ بص انا بحب القرايه جدا. وانا شخص عموما مش هتلاقيني مثلا في عيد ميلاد، في احتفاليه، في مهرجان، ويمكن ده تقصير مني، بس انا شخص بحب حاجات معينه اللي هي ان انا ابقى اشتغل او ان انا اقعد مع العيله او مع اصحابي القريبين في مكان ما، ايا كان بقى نتعشى في حته او كده او نسافر. لكن غير كده فانا عندي وقت كتير قوي ببقى لوحدي، فببقى محتاج اقرا بقى اقرا. انا شايف ان القرايه بتفتح الدماغ جدا 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 يعني. وانا بحب اقرا في حاجات مختلفه يعني بحب مثلا الاستاذ بهاء طاهر مثلا. يا سلام. بحب انيس منصور. بحب يعني في بقى في روايه حلوه بتاعت محمد منسي قنديلي. بحب احمد مراد. يعني ناس كتير قوي بحب القرايه. وبس مش بس الروايات، كمان بحب اقرا في الدين وفي في التاريخ يعني كده. يعني عندي حاجات كتيره. انا عارف علشان انا فاكر مره مناقشه واحنا كنا قاعدين في الراديو وقعدنا نتناقش، انا خرجت من المناقشه دي وانا
بطبيعه الحال كده اللي هو ايه، انا ما كنتش متصور. طيب فهمي فنان، فهمي دمه خفيف، بس فهمي بيقرا وبيناقش وبيتكلم وعنده وجهات نظر في حاجات كتير جدا في حياتنا، فمن ساعتها حبيتك زاد عن اللزوم يا فهمي. ده فعلا يعني حقيقي. بس عايز اقول لك ان معلش بنقطع كلامك، انا مش عايز اقول لك بس ان ساعات بيبقى فكره ان انت عندك افكار بتاعتك خاصه، ده ممكن ساعات بيعمل مشاكل. يعني مثلا انت بتعمل مثلا فيلم او مسلسل او كده، فبتبقى شايف حاجات من وجهه نظرك. يعني ان لا مش لازم الكاركتر يعمل كده، فده ساعات يعني بيبقى فيه صراع معين كده ما بين مثلا بيني وبين الكاتب او كده، بس انت متفق في النهايه يعني. بس انا اظنه ما يخلقش مشكله، انا اظنه ده عارف كده يقول لك ايه، ويثري النقاش، فده برضو يثري العمل يعني. ما هو زي ما بقول لك كده، مش دايما الناس بتبقى فاهمه وجهه النظر دي. يعني مثلا في مسلسل كنت بعمله، وبعد كده المؤلفه قالت لي بعد ما قعدت اتناقش بقى في حاجات وكده، قالت لي بس انت شايف الموضوع من وجهه نظرك انت كفهمي، مش من وجهه نظر الكاركتر. فقعدت اقنعها بقى ان لا، وجهه نظر الرجل عموما مش وجهه نظر فهمي او غيره. الراجل بيفكر كده، الست بتفكر كده. فحاولت يعني حاولت قدر الاستطاعه. فهمي هقول لك مره تانية الف مليون مبروك على نجاح المسلسل الفريدو، ومبسوط جدا ان سمعت صوتك النهارده لحد ما ابقى اشوفك قريب. وبالمناسبه انا اشجعك جدا على انك ما تبقاش متواجد اجتماعيا اكتر مما يجب، خليك زي ما انت. انا بشوف ان دي حاجه من ضمن معاملات النجاح، يعني ان احنا بنشوف شغلنا وبنشوف عائلتنا، وده الاهم يعني. ويبقى عندنا وقت نسمع مزيكا، نتفرج على فيلم حلو، نقرا كتاب مفيد، احلى 30 مره من الفانتازيه يعني. أشكرك. شكرا يا فهمي، ألف 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 شكرا ليك. ربنا يخليك يا رب كل الشهر لهذا الرجل الرائع الحقيقة، النجم أحمد فهمي. هستأذنكم هنروح لفاصل، وعايزين نرجع بعد الفاصل. لا تظن أبدا عزيزي المشاهد إن احنا هنبتعد عن قضيتنا الفلسطينية، خصوصا في هذه الأيام شديدة الأهمية شديدة الحساسية. حديثنا بعد الفاصل على الدور التاريخي اللي بتلعبه مصر في القضية الفلسطينية، الدور العظيم والمحوري وشديد الفاعلية، بل هو الدور الأبرز في الحفاظ على الحقوق العربية بجد، وخلق تهدئة وعمل سياسي حقيقي للجلوس على مائدة المفاوضات للوصول للحل، حل نهائي، حل سياسي، حل عادل. انتظرونا بعد الفاصل مع دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، هنكون معاكم. اهلا بكم معنا مره تانية في التاسعه، وزي ما كنت بقول لك مهم جدا في ظل هذه الايام شديده الاهميه شديده الحساسيه ان احنا نستمر في هذه المناقشه، وتحديدا تبقى فقره رئيسيه معانا زي النهارده عن الدور اللي بتلعبه مصر تاريخيا وسياسيا في القضيه الفلسطينيه باعتبارها القضيه المركزيه بتاعتنا من جهه، من جهه اخرى باعتبار ان مصر هي المحافظ الحقيقي والرئيسي، مش هقول لك بس الابرز، لا هو الحقيقي والرئيسي والاكثر فاعليه بامتياز في الحقوق العربيه، وخلق تهدئه بجد، وخلق وحده صف فلسطينيه بجد. وخير من يحدثنا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه الكبير والمعروف. ازي صحه دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ، عامل ايه؟ كله تمام؟ خليك يا رب وسعيدك. طبيعه الدور المصري بالتاكيد نستطيع ان نكتب فيها كتب ومؤلفات ورسائل للدكتوراه، ولكن على المدى القريب او خلال الماضي القريب مصر قدمت الكثير لاجل القضيه، واعتقد انها سوف تقدم المزيد لاجل القضيه. المقاربه المصريه شديده الوضوح هي حل الدولتين والقدس الشرقيه عاصمه دوله فلسطين الحره. نبدأ المقاربة المصرية منين؟ نبدأ المقاربة مما أشرت، هو في ثوابت للتعامل المصري في القضية الفلسطينية. الثوابت دي مصر بتأكدها في هذا التوقيت استشعارا من القاهرة أن هناك خوف وتخوف على القضية الفلسطينية. التحرك المصري وتحرك السياسة الخارجية المصرية وتحرك القيادة السياسية يصب في هذا الاتجاه، ضرورة أن يكون هناك كيان فلسطيني، وأنه لن ينعم الإقليم بأي استقرار ما لم تحل القضية الفلسطينية. سيادة الرئيس في كل كلماته في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتديات الدولية كان بيأكد على هذه النقطة. مرتكز حضرتك على أن أي مقاربة
ما دون ذلك بأنك تقبل أو لا تقبل، هناك مخاطر على القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر ومرتكز رئيسي للسياسة الخارجية المصرية في دوائر الحركة الرئيسية لمصر. حضرتك عارف أن احنا عملنا دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية صحيح. في الفترة الماضية فترة الرئيس السيسي، وركزنا فيها على دائرة الشرق المتوسط، دائرة الاستدارة شرقا، تجديد وتعزيز الدوائر التقليدية، وبالتالي في تحرك تجاه القضايا الأكثر إلحاحا لحضرتك في مجال الأمن القومي الخاص بتاعك. القضية الفلسطينية نقطة مهمة جدا لحضرتك وانت بتتحرك حفاظا على ما تبقى في القضية للقضية الفلسطينية. هتقول يعني ايه هنحافظ على ايه؟ استشعار القاهرة ان في مخاطر على القضية الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية واستكمال مشروع تهويد القدس واستهداف المقدسات الإسلامية وما يجري في مدينة القدس. بطبيعة الحال القاهرة قبل أن تبدأ الأحداث لم ينتبه البعض إلى التحرك المصري المسؤول على أعلى مستوى بنقل رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية بأنكم إذا استمريتم بهذه الصورة لن يكون هناك استقرار في الإقليم وستهدد إسرائيل بالصورة. كانت رسالة مباشرة وأنه لابد من إعطاء تسهيلات وأفق للجانب الفلسطيني ممثل في قطاع غزة. هتقول لي يعني إيه تسهيلات اقتصادية رقم واحد أستاذ يوسف، والحاجة الثانية إنه يسمحوا للعمالة الفلسطينية في القطاع بدل ما كانوا 15,000 يبقوا 20,000 ونبدأ تسهيلات على المعابر، وفي إجراءات حزمة إجراءات القارة بتتحرك فيها. والتحرك ده تحرك مسؤول بيتم بصورة شبه يومية بالنسبة للدولة المصرية على أعلى مستوى. الاتصالات لم تنقطع، احنا عملنا اجتماع للأمناء العامين في القاهرة كما تعلم في العالمين، وكان السيد الرئيس التقى مع الرئيس محمود عباس وفي اتصالات ولقاءات شبه يومية، آخرها قبل ما اجي الاستوديو كان في اتصال مع الرئيس محمود عباس. فالتواصل مستمر مع كل القوى الفلسطينية على مختلف درجاتها. اليوم الحديث عن دور مصر التراكمي في القضية الفلسطينية، يدخل ما يدخل، يعني أكون أمين مع حضرتك، يدخل ما يدخل أي طرف. القاهرة بترحب بأي دور عربي أو إقليمي بالنسبة لما يجري الآن حفاظا على أبناء الشعب الفلسطيني سواء في القطاع أو في الضفة. لكن ما جرى خلال الساعات الأخيرة واليوم الأول، إحنا هو هيعوشك اليوم الثاني، متغيرات جديدة على السطح كنت بكلم حضرتك فيها قبل الهوى مهمة جدا الناس تعرفها. انكسر حاجز الخوف بالنسبة البعد السيكولوجي في تاريخ إسرائيل العربي السياسي يتغير على الأرض بعيد عن المشاعر والعواطف. احنا قضينا عمرنا أكتر من 30 سنة في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي فمدركين لما نقول، نفصل العواطف عن الوقائع. صح. النهاردة الحاجز انكسر، يعني إيه؟ حضرتك كنت بتحارب على أرضك، إطلاق الصواريخ كان بيتم من غزة للمدن الإسرائيلية بيستهدف ضرب في العمق الإسرائيلي ومدن إسرائيلية. ما جرى خلال الساعات الأخيرة هو اقتحام لأراضي إسرائيلية في منطقة غلاف غزة وفق الدولة الإسرائيلية اللي هي حضرتك تم تحديدها سيادة النائب بحاجتين، قرار 181 الصادر سنة 47 والقاضي بإعلان دولتين على الأرض، دولة اليهودية والدولة العربية. ما تم هو لأول مرة في تاريخ الصراع ينتقل إلى مسرح العمليات في إسرائيل. سؤال ممكن سيادة النائب تطرحه، هل ده معناه أنه الحرب ما بقتش على أرضك؟ أه بالظبط، أنت النهاردة عناصر المقاومة، مش عايز أخوض بقى حضرتك في الأرقام لأنه لازم نقول نقطة مهمة قوي، الأرقام فيها بعض المغالطات لسه ما نعرفش حجم الأسرى لأنه الرقابة العسكرية منعا كاملا لأخبار كتير. طب بننقل مصادرنا منين؟ من الميديا الإسرائيلية، الميديا الإسرائيلية ملونة وموجهة في هذا التوقيت عشان نتعامل بحذر مع ما يجري في هذا الإطار. صح. بالتالي موضوع انك انت تخش، انت قعدت 6 سنين تفاوض على جلعاد شاليت لو انت فاكر، طبعا 6 سنين كامله ومصر بذلت مجهودات كبيره ومصر في النهايه هي اللي اتمت الصفقه، دخل من دخل. صحيح. دخل النرويجيين ودخل الالمان ودخل 100 حد وفي الاخر مصر هي اللي ابرمت السلسله. قال يوم نقطه من اول السطر، ايا كان العدد اللي هو دلوقتي في الاسر وايا كان قواعد الاشتباك اتغيرت، هتقول لي لا ده هو خلال ساعات ربما تبقى في عملية عسكرية. طبيعي هتبقى في عملية عسكرية، المسافة صفر بين المدرعات والدبابات واقفة في منطقة نص كيلو على مسافة الغلاف، ممكن بعد الفجر النهاردة يخش في عمل بري، قوات برية، العملية البرية مستبعدة. لا مفيش حاجة اسمها مستبعدة. ليه؟ الأمور متغيرة المرة دي. الأمور متغيرة إيه؟ الجمهور الإسرائيلي سائر رسالة النائب
والحكومة الإسرائيلية على المحك. ليه؟ لأنه ناس مش مدركة إيه اللي كان بيحصل في الجيش الإسرائيلي، الجيش اللي احنا قعدنا نهول ليه، لأنه كان في رأيين في الدراسات الإسرائيلية من سنوات طويلة. رأي يقول لك إسرائيل، وإحنا كنا مش بنتجرأ لكن احنا كنا متابعين الأحداث اليومية وما يجري بطبيعة الحال جوه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ورأي بيقول لك لا، دي إسرائيل دولة شانها في الإقليم، ما كملتش 100 سنة زي ما كنت بقول لك، و100 سنة عشان تعيش 100 سنة في الإقليم ها وتبقى دولة لازم تقدم شروط اعتمادها، والشروط قبولنا احنا بيها، اللي هي في أفكار الخاصة بالأرض مقابل السلام و338 و242 وغيرها من القرارات اللي أنت عارفها. لم يحدث. النهاردة نقطة من أول السطر، آخر ست شهور حصل تغييرات في الجيش الإسرائيلي. 36 قيادة كبيرة اتغيرت، قادة تشكيلات، قادة كتائب، وحدات النخبة، لواء جولاني، 100 حاجة اتغيرت في الجيش الإسرائيلي. الجيش ده بيشهد آخر سنتين أول مواجهة لتحديث الجيش الإسرائيلي. هتقول لي يعني إيه تحديث الجيش الإسرائيلي؟ الجيش الإسرائيلي بيتحول إلى جيش ذكي، عدد عناصره من 80 ل 100 ألف، مش عايزين أكتر من كده. وقال لك إحنا المخصصات اللي بنحولها للتعليم والصحة هنوقفها بالنسبة للجيش الإسرائيلي. التطور اللي حصل ده غير من قواعد اللعبة. الجيش اللي بيدير النهاردة المواجهة العسكرية مجموعة هواة يا سيادة النائب. مجموعة هواة يعني إيه؟ يعني رئيس أركان جديد ما دخلش في أي مواجهة لسه، وزير دفاع جديد ملوش علاقة، سحبت اختصاصاته كلها وتوزعت ما بين وزير الأمن الداخلي ووزير الجيش اللي هو وزير الدفاع، ومجموعة من الهواة بما فيهم قادة المنطقة الجنوب اللي بعضهم أسر بالمناسبة لأن حركة الجاد أعلنت الأسماء. وبالتالي في جزء مما يجري هو مرتبط بوضع الجيش. هل الجيش الإسرائيلي حتى لو قام بعملية عسكرية شاملة ولجأ للخيار شمشون أو الملاذ الأخير ودخل ضرب بفوسق التهديدات اللي أطلقها الإسرائيليين المسؤولين الإسرائيليين، هل ده يلغي ما جرى أمس؟ لا ما يلغيش، لأن قواعد الاشتباك زي ما قلت لحضرتك سيادة النائب اتغيرت على الأرض. النهاردة انكسر الحاجز السيكولوجي، فأنت النهاردة تقدر تخش وتعمل ده. منطقة غلاف غزة ما تروح هناك حضرتك دي عبارة عن مستوطنات محازية لما يعرف بالسياج المباشر على طول الحدود. إسرائيل صرفت 3 مليار شيكل على سنتين عشان تعمل هذا الجدار اللي انت شفته امبارح بالجرافات بتوقع فيه. تقول لي بقى حاطين وحدات انذار وليزر وكاميرات، كل ده كان موجود، لكن الشعور بان اكبر انكسار واكبر اخفاق حصل بعد يوم كيبور، بعد المصريين ما حققوا في 73، بطبيعه الحال ده جزء منه حاله اخفاق كبيره. في تحقيقات امبارح بدات في الجيش الاسرائيلي لم تعلن تفاصيلها لكن موجوده، تحقيقات ايه بالتقصير الكبير سياده النائب بما تم امس. لسه بقى هنتكلم في العمليه العسكريه، عمليه بريه وتخش قوات بريه، وحضرتك بقى عارف الاذرع البريه الاسرائيلي فيها مشكله، ولو سقط اكبر وبعدين هتسمع فيها بقى حاله هزيان انه ايه مش هنقدر يضربوا عشان في رهائن جوه عددهم كبير في غزه. ده كلام مش صحيح، لانه اعاده هيبه الجيش الاسرائيلي ستكون رقم واحد طبعا. الهيبه دي للجمهور الاسرائيلي مش لينا، لانه اللغه العنتريه اللي اتكلم بيها الرساله للداخل طبعا للداخل. هتتعمل حكومه انقاذ وطن، لان ده واضح جدا ان اسرائيل داخل فيها جانتس ومشي يعلون مجموعه اللي سيادتك عارفها، دول عسكريين، والخطر ان دول يدخلوا الحكومه دلوقتي. يعني لو شكلت حكومه دول بقى مجموعه من المحترفين عندهم خبرات كبيره سواء في جبهه الشمال او في الجنوب، يقدر يغيروا قواعد اللعبه. عشان اكون امين مع حضرتك في التحليل سياده النائب، يغيروا ليه؟ لان دول قاده اختبروا بصوره كبيره. الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات في حالة من الفوضى. ده يفسر لك إن خلال الأسبوع الماضي سمعت على فيلم جولدة طبعا، تمام، وسمعت على فيلم الرصيف أو لسان بورتوفيق. الأفلام دي مش طالعة في توقيت كذا، وقبلها كان على أفلام على الموساد 2019 و20، دي مجموعة أفلام عملوها وأشادوا فيها بقدرات الجيش المصري وإمكانيات الجيش المصري. هتقول لي هم الإسرائيليين نفسهم بيعملوا كده؟ آه بيعملوا. ليه؟ الأجهزة ماسكة ببعض هناك وهم عايزين يمجدوا بعض ان احنا نجحنا في كذا وفشلنا في كذا، بس المصريين حققوا نصر كبير جدا. لو تشوف هقول لك بعض اللقطات في فيلم الرصيف او فيلم جولدا تشوف بقى حضرتك ازاي السيده جولدا مائير اتعاملت مع مشهد المواجهه، ازاي في ملحمه لسان بورتوفيق اتحصلت هذه البطولات العظيمه للجيش المصري. ده في توقيت اكتوبر.
في يوم كيبور أو يوم الغفران النهاردة مش بيتكرر بالصورة، لأنه هناك فارق. عشان بس ندي الأمور، أنت كنت بتحارب جيش نظامي اسمه الجيش المصري، اللي هو النهاردة 2023 مصنف كجيش محترف في العالم وفق جلوبال فاير، واخد ترتيب دولي وليه مكانه دوليه كبيره. من 1973 ل 2023 الدنيا اتغيرت. النهارده بعد مرور 50 سنه تطور كل القوات المسلحه المصريه على احدث انماط في التاريخ العسكري العالمي، في امكانيات كتيره جدا، في تفاصيل كتيره جدا ما ينفعش نقولها على الموجه المفتوحه، جزء منها جاي في ده. طب المقابل عندك اسرائيل، حصل ايه؟ اكبر تسريب وتسرب في القوات الاسرائيليه، أكبر عمليات انتحار في الجيش الإسرائيلي خلال العامين الماضيين، مناورات كلفت الجيش المجتمع الإسرائيلي كتير قوي، بياخدوا من حضرتك المخصصات المالية والتعليم والصحة يحولوها للجيش. الاتهامات للجيش الإسرائيلي إن أنتوا بتعملوا ده ولكن لم تحاربوا، بتحاربوا فصائل، بتحاربوا فصائل مش جيوش نظامية. هتقولي لا وإيران، لا هي ملاش علاقة بإيران، لأنه إسرائيل لم تدخل مع إيران، اكتفوا بحرب الظل وبالصورة المباشرة فيها. نقطة من أول السطر، إذا قدر لعمل عسكري أن يحدث في قطاع غزة ستكون المواجهة ليست صفرية، بمعنى في مساحة كبيرة للمرونة. الأمريكان قبل ما يجي بيحركوا فرقطات وبيحركوا طائرات وناقلة حملات وحتبقى في إجراءات. هذا معناه أن الدولة اللي بتكلم حضرتك على أنها دولة لديها تفوق نوعي وعسكري كبير وقدرات عسكرية تنتظر المساعدات الخارجية، تنتظر المساعدات من ده. في دعم أوروبي بطبيعة الحال، فرنسويين بيسجلوا موقف يعني لافت لدعم ده. طبعا الرئيس الأمريكي هو مش يعني تمت المصالحة بالصورة دي، في النهاية حدث عن إيباك، هو المنظمات اليهودية والصهيونية بتتحرك عشان الانتخابات الأمريكية، فبالتالي الرئيس جو بايدن بيتحرك من الزاوية دي، فبالتالي ليه رسالة. هدف الولايات المتحدة الآن هو وقف الحرب، المواجهة ليه؟ وتبدأ ليه؟ لأنه إذا استمرت المواجهة هكون بقى أمين في حتت معينة. أولا إسرائيل لن تستطيع أكتر من 20 يوم ل 30 يوم تستمر حرب، لأن المدن الصناعية إسرائيل ما تستحملش حالة الشلل اللي موجودة في المجتمع الإسرائيلي في ظل تعبئة عامة، تعبئة عامة 18% منع مدارس لغاية بكرة وجامعات، حالة إسرائيل كلها تحت الأرض، عشان أريح حضرتك سيادة النائب، إسرائيل بيت تحت الأرض، تمام؟ كل اللي أنت شايفه ده في الميديا إسرائيل كدولة في حالة ذعر، فأنت بتتكلم على مجتمع مذعور وحالة فزع كبيرة جدا. الشو الإعلامي اللي أنت شايفه للناس اللي شغالة على إسرائيل فعارفين هذا الكلام، إن الشو ده موجه للجمهور الإسرائيلي، بقول له هعمل لك حكومة إنقاذ وطني، إن أنا هعمل كذا. هتقول لي في إحدى المواجهات استمرت المواجهة 51 يوم واللي وقفها المصريين برضو، إحنا مصر اللي وقفنا، صح تمام؟ لكن الدولة كان حجم الخسائر الكبيرة فيها، لأنه إسرائيل كلها حاجة على الخريطة مشوهة، تمام؟ المدن الصناعية اللي فوق دي لو وقفت شلل إسرائيل كامل طبعا. فما بالك في المناطق الصناعية والعاصمة، تمام؟ والمناطق الخاصة بالمطارات والمواني، كل ده واقف من امبارح، وإجراءات احترازية، حتى حركة القطارات في المدن الإسرائيلية واقفة، تمام؟ وأصيبت بشلل النهاردة مرتين ثلاثة وشغلوها، وشغلوها ليه؟ لاستدعاء قوات الاحتياطي عشان تنزل الوحدات، مش شغلوها للجمهور. فالمواطنين في اسرائيل في هذه اللحظات عايشين تحت الارض، مفيش نبض، تمام، مفيش دوله. فبالتالي هم شايفين نتنياهو انه الراجل هيحارب الحرب الاخير، ناس فاهمه نتنياهو ده ملك اسرائيل، ده كلام في الميديا يتقال. الاخر هو لا يستطيع ان يحسم الامر. منذ صباح اليوم بعد الفجر المستوى العسكري في إسرائيل بيتقدم يا سيادة النائب لإدارة المشهد، مش في السياسيين، فين الوزراء اللي هم المستوطنين، تمام؟ اللي دخلوا الأقصى ودخلوا المقدسات واختفوا من الساحة، قالوا لهم تنحوا بقى، هنبدأ إحنا ندير العمل العسكري. هنا بقى في مخاوف، المستوى العسكري مع قلة خبرة، مع جيل عايز يبحث عن مجد، لأنه كل القيادات العسكرية الإسرائيلية بنت مجدها فين؟ حرب، في حروب غزة. هما حاربوا اسرائيل، حربت في من 73 ما حربتش، وما دخلوش في اي مواجهات الا مع حزب الله في لبنان، تمام؟ وبرضه دي مش حرب، عشان برضه التقييمات الاسرائيليه ان الحرب الحقيقيه هي حرب يوم كيبور مع المصريين، ده الجيش النظامي اللي كذا وعملنا. فهو النهارده بيكلمك ان هذا الجيش مش قادر على المقاومه الفلسطينيه، وبيحارب على جبهه واحده يا سياده النائب، فما بالك اذا تعددت اربع جبهات؟ هيبقى عندك جبهة سوريا اللي هي منطقة الجولان،
والقنيطره ومناطق السويداء ودرع، مناطق التمازيه والجبهه اللبنانيه حزب الله، وايضا جبهه الضفه الغربيه. فانت ممكن تحارب على كذا قطاع. طب سيادتك فين بقى من القصه دي وانت مش قادر على جبهه الجنوب اللي هي متمثله في قطاع غزه؟ حماس كسبت او خسرت؟ وده برضو سؤال مهم عشان الناس بتسالنا، هي القضيه مش كسبت او خسرت، المقاومه الفلسطينيه طبعا. لا اريد ان اصنف فصيل او طيار ايا كان هذا الفصيل، في النهايه جواز السفر الفلسطيني ما فيش فيه ده حماس وده فتح، فلسطينيين، وبالتالي انت بتتعامل بالمنطق ده. السلطه الفلسطينيه داعمه، ابو مازن لم يدن العمليه، بالعكس انه تصريحات وحتى رئيس الوزراء والحكومه في دعم للقطاع بصوره او باخرى. بس احنا مش هنفرغ القطاع، لان انت هنا بتتكلم على لو اسرائيل لجأت الى حرس الارض لاستعاده الهيبه واستعاده كذا، مش عايز اقول زي الكلام اللي بيتقال في الميديا الفلسطينيه برضو فيها حاجات سطحيه كتيره، ان هو يكلمك يقول لك احنا تحملنا حروب قبل كده يا سياده النائب وتحملنا كذا، لا المره دي اعاده الهيبه. وطبعا منطقه غلاف غزه دي هتبقى قنبله موقوته من الانف صاعدا. الصوره اللي حضرتك شفتها اقتحام منازل المستوطنين ده درس للمستوطنين كي لا يقتحموا المسجد الاقصى. الناس دي المستوطنين كل واحد من المستوطن بيسلح بثلاث قطع اسلحه، ماشي تحت سمع وبصر الاجهزه، كل شويه عايزين يغيروا الصلاه في المسجد الاقصى، هو داخل عايز يقسم المسجد الاقصى، من يقبل المساس بالمسجد الاقصى؟ في جزء من الشعور انه لابد ان تحسم هذه الامور. طبعا اعمال الحفر والتنقيب بعد صلاه العشاء كل يوم بتبدا تشتغل، الهدف ان هم يوصلوا للهيكل في توقيتات معينه، في جزء في العقيده اليهوديه شغال على ده، فبالتالي بيتعامل بهذا المنطق. أنا في تقديري حركة حماس حتى هذه اللحظة، نتمنى طبعا السلامة للشعب الفلسطيني والأشقانا في قطاع غزة والسلامة للقطاع. لكن في نقطة مهمة قوي، النهاردة المستوى العسكري في حماس هو اللي بيدير ظهور ضيف المطلوب رقم واحد في القائمة في بدء العملية وافتتاحها، دي رسالة إنه لا وجود تأثير للمكتب السياسي لحركة حماس. هنية ظهر آخر اليوم امبارح بعد 14 ساعة، صالح العروزي وكل القيادات العسكرية بدأت تظهر وطلوا بتفاصيل كتيرة. هذا معناه أنه المستوى العسكري حضرتك سيادة النائب في حماس هو من يدير. هل الجهاد موجودة؟ الجهاد موجود. لكن الجهاد تنسيقها ليس في إطار فكرة المقاومة الشاملة، اللجنة المقاومة الشاملة لم تتم بالصورة الكبيرة. في النهاية العمل العسكري يستبق العمل السياسي. في قصف بدأ دلوقتي حالا اهو، احنا عندنا يعني اللي بنعرضه ده دلوقتي على الشاشه. طبعا كلامي للدكتور طارق فهمي ولسيادتكم كمشاهدين ومشاهدات، في عمليه قصف بتتم الان على قطاع غزه، دي صوره مباشره من القطاع بنعرضها على حضراتكم. طيب حضرتك يا دكتور طارق قلت انه مع تولي حكومه من العسكريين ده هيبقى شيء شديد الخطوره طبعاً على طبعاً الصراع القائم حاليا، لكن ده هيخليني افكر مع حضرتك بصوت عالي، في ظل ما يحدث الان من قصف لقطاع غزه وفي نفس الوقت اظن انه هناك ارتفاع رفيع المستوى عالي وغير مسبوق لدى المقاومه الفلسطينيه بعد ما تم عمله من طوفان الاقصى من صبيحه امس وحتى هذه اللحظه، لكن واضح انه العمليه هي خارجه عن الشكل العام للعمليات النوعيه للمقاومه حتى في خلال ال 75 سنه اللي فاتت. صحيح. وبالتالي شكل العمليه مختلف، شكل التنفيذ مختلف، توسعه نطاق المواجهه ال 21 نقطه في نفس ذات اللحظه، الدخول للمستوطنات في حد ذاته وكانهم يبعثون برساله مباشره للمستوطنين بانه هذه الارض لم تعد امنه لكم على الاطلاق. فهنا هبقى بسال، طب ومستقبل او شكل هذا الصراع خلال الايام او الاسابيع القادمه هيبقى عامل ازاي؟ تطور موجود عند المقاومه وقد يظهر تطور جديد من قبل حكومه عسكريين مرتقبه خلال او اداره عسكريه مرتقبه لهذا الصراع سواء اذا كان سياسيا او عسكريا على الارض، هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هستاذن هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع دكتور طارق فهمي. اهلا بكم معنا مره تانية، ولازلنا يعني في بترحيب حار وشديد واهتمام بالغ مني واظن من الكل يعني بالكلام اللي بيقوله لنا دكتور طارق فهمي. ويمكن انا هرجع اعيد باختصار شديد موازين القوى على الارض، انه
ما حدث من المقاومة الفلسطينية لم يحدث خالص خلال 75 سنة، بشكل العمليات، شكل التحرك، شكل العملية كله مختلف تماما عن النمط السائد والمعروف عن المقاومة. حتى الجنرالات في الجانب الإسرائيلي المحتل فإنهم اعتادوا الشكل التقليدي للمقاومة الفلسطينية ولم يعتادوا ذلك، ده إضافة إلى المفاجأة اللي بتستوجب بالتأكيد فتح تحقيقات موسعة لدى أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية علشان يتعرف إزاي ده ما كانش معروف. وأنا من أنصار إنه حتى حققوا هناك في أمريكا على نفس الموضوع، يعني إزاي الأمريكان ما عرفوش وما بلغوش أصحابهم. لكن حتى إذا حصل حكومة من الجنرالات وحاولوا إدارة حرب توحش ضد الجانب الفلسطيني، ما هو عمليا هو خبرته مهما كانت مكتسبة خلال عمليات سابقة هو ما يعرفش طريقة التحرك الجديدة، وعلى ما يبدو أن الفلسطينيين مستعدين للمزيد من المفاجآت. وبالتالي إلى أي مدى قد يطول أمد الحرب وهيبقى شكلها عامل إزاي؟ شوف حضرتك، هو على مستوى الطرفين سيادة النائب في بنك أهداف، بنك أهداف عسكرية واستراتيجية، إن أنا وأنا داخل المواجهة عارف حدودي إيه وأقصاها إيه، بحط ترجيح وبعمل تقدير موقف عسكري واستراتيجي وحط السيناريوهات وحط وزن نسبي لكل سيناريو بقلب باء أي مواجهة. الجديد فيه إنه حركة حماس هي من تدير، في المواجهتين السابقتين كانت الجهاد. حماس بتعمل ده تسترد شعبيتها في قطاع غزة، عايزة تبقى بديل لفتح، عايزة أمور كتيرة جداً بتطرح نفسها كقوة رئيسة في تطور اللي حاصل جوه الحركة. يفصل لحضرتك العسكري يستبق السياسي في صراع وتجاذبات مفيش داعي ان احنا نتكلم فيها دلوقتي داخل الحركة، على الأولويات والمهام والعلاقات في الإقليم وكده. الجزء الثاني هو مرتبط بالفصائل الأخرى، ما مش حماس بس بالمناسبة، هي ده انت عندك كل الفصائل المقاومة كلها فصيل. والفصائل كلها زي ما حضرتك بتقول كلها بتشتغل وكلها في تنسيق، وبالتالي بيتم ده. لكن الهدف واحد، الهدف واحد. الحكومة الإسرائيلية بافتراض سؤال حضرتك إنه تشكل حكومة عسكرية وحكومة تبدأ تشتغل وما إلى ذلك، الوضع الآن في الجيش الإسرائيلي في حالة انكسار، والإخفاق زي ما قلت لحضرتك مش قضية إنه يعمل لجان تحقيق، ده لسه هيطول، واخد بالك، والمساءلة وكل ده هيتم. يعني إسرائيل فيها قدر كبير جداً في التعامل بجدية في ده، وحصل في كتير من المواقف. الأهم بالنسبة لنا هل المعادلة صفرية؟ يعني إيه معادلة صفرية؟ يعني لو حضرتك دخلت القطاع وعملت الخيار صفر وحرس الأرض كلها، القطاع هيروح فين؟ والسكان هيروحوا فين؟ هل في ترانسفير؟ هل ممكن يبقى في ترحيل؟ هيتجهوا لفين؟ الموقف الدولي اللي انت سيادتك عم بتكلم فيه، أمريكا في ساعات الجاية هيبقى في مجلس أمن وفي اجتماع المجلس أمن وفي مداولات، والجامعة العربية بالمناسبة احتمال يكون في لقاء في القاهرة، فأنت بتتحرك على مستويات متعددة. هل ده يوقف ما يتم؟ لا، إسرائيل ممكن تتبع الخير شمشون وتتعامل بهذا المنطق، وبالتالي حماس هتخرج كل أولوياتها العسكرية في هذا التوقيت. اللي انت شفته امبارح على الهواء مباشرة هو جزء من المنظومة العسكرية لحماس، 5000 وفق المصادر الفلسطينية وإعلام ضيف، وأنت تصدق ضيف لأن ضيف له من الحضور الكبير، وهو مش قضية المطلوب رقم واحد، لا، ضيف عن رؤية، عنده رؤية عسكرية طبعا، وفاهم وعنده إمكانيات كبيرة وله حضوره الكبير جوه التنظيم، فبالتالي هو بيتكلم بقدرات. 5000 صاروخ في أول ساعة في 60 دقيقة، هذا معناه أن أنت عندك منظومة صاروخية كبيرة. تصل فين؟ هي دي بقى الخطورة اللي تقلق إسرائيل. إذا وصلت إلى مطار بن غوريون، وصلت إلى تل أبيب، ووصلت إلى ديمونة، وما أدراك ما ديمونة طبعا. يبقى إذن هنا بتتكلم على مجمعات نووية، بتتكلم على نحال سوريك، بتتكلم المفاعلات بتاعتهم، وبالتالي هتتكلم على المناطق الصناعية. كل ده ممكن يتعرض، أو يتعرض لغاية النهاردة. علينا أن ننتبه أن حماس لم تستهدف المنشآت العسكرية، لم تستهدف القواعد العسكرية اللي فيها أمريكان دلوقتي في مناطق شمال نهاريا والمناطق وسط وشمال تل أبيب، تل الربيع. وجزء من كل ده هل ده منضبط؟ لو أنا بقيم بقى عسكري هقول لحضرتك سلوك حماس العسكري منضبط، ما وقعوش ضحايا من الجانب الآخر، لأنه لو في ضحية واحدة أصيبت كان هيطلع الميديا الإسرائيلية كانت هتطلع وتقول. الحرفية والمهنية العظيمة اللي قامت بها المقاومة هي رسالة واحدة، أنا بحارب على أرض فلسطين التاريخية. صح، فلسطين التاريخية، مش بقى من النار للبحر، أنا بتكلم على أرضي،
فدخلت انكسر الحاجز. إذن في تطورات نوعية وتكتيكية خطيرة بتعامل معاها، هيبقى ليها تأثيرات كبيرة، ليها ارتدادات على الإقليم، ليها آثار أغلبها إيجابي. أنا مش عايز أعدد بقى، مفيش وقت، لكن أنا بتكلم في الإيجابيات. لأ، في إيجابيات كبيرة للعملية زي ما بقول، بس فقط نتمنى إن احنا السلامة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. مهم جدا نحظى بدعم عربي ودعم مصري. مصر هي الظهير الامن الفلسطيني، مصر. صح، 100%. شهادتنا مجروحه لبلدنا، لكن احنا بنقول مصر والقياده السياسيه واجهزه الدوله المصريه هي اللي واقفه في هذا التوقيت بجوار حماس. اعتقد ابو مازن تفهم هذا، وفي رسائل متصله وفي اتصالات طبعا لحمايه وتامين الشعب الفلسطيني. دكتور طارق، انا بشكرك جدا 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 جدا. لو قلت جدا هخلص الحلقه، جدا على وجودك معانا النهارده بجد، وعلى هذا الشرح والتحليل المستفيض وشديد الحقيقه الدقه، بل والروعه والجمال ايضا. يعني كل شكر لك يا دكتور طارق، كل شكر دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه والمحلل السياسي المعروف والكبير. مصر بالتاكيد هي مفتاح سر التاريخ، لو حبيت تستخدم الجمله دي. مفتاح سر التاريخ ومفتاح سر القضية المركزية والصراع العربي الصهيوني في الشرق الأوسط أو المنطقة العربية، مش بس في تاريخها الطويل ولكن أيضا في تاريخها القريب. اللي عاوز يقرأ يقرأ كويس، والمسألة بسيطة، ويمكن قدمنا لكم سرد بسيط، ويمكن قدمنا لكم أيضا فيلم قد يوفي لا يوفي لمصر حقها على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية من دعمها للحل السلمي والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب حق فلسطين التاريخي في أن تصبح لها دولتها الحرة المستقلة. الحديث لسه هيطول، لكن لحد كده يتوقف يوسف ويدخلنا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. يمكن لو كان لنا العمر يوسف يكون موجود معاكم بكرة إن شاء الله، وبرنامجكم التاسعة. سلامات.